أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أنا أحب الحقيقة قبل ما تفضل. يعني من المهم جدا حينما نبدأ في مثل هذه المواضيع أن نبحث عن التأصيل لها. أنا تكلمت عن فكر كثيرا ما غرس على مدى عقود أن ثقافة الإكراه أو الهداية القسرية. أنا قلت أنها بدأت على يد مجموعة كلنا كنا نعرفها في التاريخ موجودة، كانوا يجبرون الناس على كل شيء، كانوا حتى يقصون ثوب الطويل في الشارع، يمسكون الشخص يقصون ثوبه، إذا شنبه طويل يحلقون له شنبه غصبا عنه في داخل يعني بدون رضا. الدولة كافحت هذا الفكر في ذلك الوقت وكذا، لكنه ظل موجود وبدأت أفكاره تستمر إلى أن تلاقح هذا الفكر مع فكر الإخوان المسلمين وصار عندنا الصحوة وانتشر. أنا لا أريد يعني أن أطيل في هذا المجال، لكن أريد أن أتكلم عن ثقافة الإكراه والإجبار، أنه أصبحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بدل ما أنها علاقة شخصية أصبحت علاقة اجتماعية. الصلاة اللي يفترض فيها الآن حتى حينما نبحث في مثل هذا الموضوع، لا أرى من المناسب أن نتحدث نأتي بآيات عن فضل الصلاة وعن تعظيم قدر الصلاة، لأننا كلنا نتفق في ذلك وكلنا نوافق فضيلة الشيخ عندك في الاستوديو في على هذا الكلام، لكن نحن نقطة الخلاف التي نختلف عليها هو إلزام الناس بأن يغلقوا محلاتهم للذهاب إلى الصلاة. هذا الإلزام قد يؤخذ منه أنه فيه فرض لي رأي وهو وجوب صلاة الجماعة أو وجوب الصلاة في المسجد، لأن هذه مسألتين جمهور العلماء على خلافها. فهل نحن نريد من هذا الأمر أننا نفرض هذا الرأي على الآخرين؟ إن أردنا ذلك فهذا مشكلة ولا يصح، لأن سعة المذاهب وسعة الآراء يجب أن تحترم. وإن أردنا تعظيم قدر الصلاة فهنا في مباحث عندنا في ضوابط لهذا التعظيم. التعظيم أول شيء يجب أن نعرف أن التعظيم لا يجب، يعني التعظيم في تعظيم وارد في الشرع، مثل ما أنه مثلا في الصلاة في باب الصلاة مثلا أنك ما تقطع صلاة الشخص، ما تعدي من قدامه، هذا تعظيم للصلاة، هذا وارد في الشريعة، يجب أنك تعظم الصلاة بهذه الطريقة. لكن يوجد أنواع من التعظيمات لم ترد في الشريعة لكنها خير إذا فعلها الإنسان بعد يا أستاذ نايف الأجر عند الله يجر عليه. بعد الأمر بالصلاة وارد بأدلة، مثلا فوق بعد الأمر للصلاة وارد بأدلة. نعم، والدعوة لها يجعل مثلا المصحف في مكان عالي. نعم، مثل أنا بقول لك مثل ما يجعل مثلا المصحف في مكان مرتفع مثلا، هذا تعظيم للمصحف لكنه لا يجب. عرفت، أنا إن سويته واحتسبت الأجر فيه على الله أجر عليه، لكن يجب ملاحظة أمر، أنه أولا أعرف أنه لا يجب، ثانيا لا يجوز أن ألزم الناس به، ثالثا لا أقول أن هذا أمر الله، لأنه كذا دخلنا في البدعة، لأنه ما ورد عندي أنا في الشرع أني لازم تحط المصحف فوق أو تحطه تحت. لكن أنت الآن أردت أنك تتقرب إلى الله بهذه الطريقة، تقرب ما في شيء، لكن لا تجي تقول لي هذا هو دين الله وإذا أنت خالفته أنت خالفت أمر الله، هنا دخلت أنت في البدع. طيب خلينا نسمع تعليق الدكتور فهد. أنه هذا التعظيم إذا ترتب عليه، بس أكمل لك هذه النقطة لو سمحت لي، النقطة الرابعة والأخيرة والأهم، أنه إذا ترتب على هذا التعظيم مشقة أو حرج يتحول من كونه مندوب إلى مكروه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السفرات عنده شخص واقع في الأرض كأنه شبه إغماء، فقال ما باله؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. أيضا يا أستاذ نايف برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه برضو أمر بحرق بيوت من يلزم الجماعة، وهذا دليل يستدل عليه من قبل الرأي الآخر. هذا طبعا له بحث آخر، لأن هذا الحديث في نفس الحديث واضح أنه كان موجه للمنافقين، لأنه كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين يتظاهرون بالإسلام وكانوا يكيدون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم أني أنا عارفكم. طيب واضح، في نفس الحديث نفسه، ما أبغى شعب الحديث.